أعلنت قبائل بني حشيش أن فير العام ومواجهة القوى الغازية وطردها من كل شبر من أرض اليمن، جاء ذلك في احتشاد شعبي لها في وادي رجام رجال الرجال بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. في وادي الرجال احتشدت قبائل بني حشيش بعدتها واعتادها، معلنة أن فير العام في مواجهة القوى الغازية ورافضة أي تواجد أجنبي على طول وعرض اليمن. هؤلاء الجماهير المحتشدين من أبناء بني حشيش جاءوا ليقولوا للمستعمر إن اليمن ترابها وجبالها وأرضها لن تقبلك، وإنهم لك بالمرصاد، وسوف يقاتلوك في كل مكان، وسوف يلقنوكم دروسا لن تنسوها، مثل ما لقنوا شركاتكم بلاك ووتر وغيرها، والذي انسحبوا من أرض اليمن وأعلنوا الهزيمة النكراء، وإنكم وراءهم منسحبون ومنهزمون. هذه الرسالة من ميدان الاستنفاء لأمريكا ومن حالفهم من الخارج ومن الداخل، نقول لهم لن يخيفونا، وقد أخبرنا الله بنفسياتهم الضعيفة، وقال لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وبعد ما أخبرنا بنفسياتهم أمرنا بقتالهم، قال قاتلوهم يعظم الله بأيديكم. أمرنا نشارك أخواننا قبائل بني حشيش في هذا الجمع الحشد الكبير للاستنفار والحشد القبلي ضد العدوان، ونحن يد واحدة ومترابطين مع بعض، ونحن قبائلنا نقوم بأكمل وجه مع أخواننا المرابطين في كل الجبهات. في الوقفة الحاشدة التي نظمتها قبائل ووجهاء ومشائخ مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، أوضحت الحشود بأنها ستظل على مواقفها الوطنية والصامدة في مقارعة العدوان ومن حالفهم من المرجفين. اليمنيين فنحن ثابتين في أرضنا، ونحن موجودون هنا على هذه الأرض، وسندافع عنها ونذود عنها بأرواحنا وأنفسنا وحتى آخر قطرة من دمائنا. يا سلامي الحميان البلد، فالحدود القريبة والبعاد، واليهود والنصارى في العنت، حان وقت المقادم والجهاد. الشل يا ذا صف ما عش يجلس وسط الغرف، فالجد ما يعرف سوال الشتت اوقات النزاع. سلمان قد نكف وللاعداء قد والف ولف، قصد عن تخوف وناوي للبلد بالاحتلال، بان نلتقي له صف كالبنيان ما فيه من عضف، ونجعله يحصف ويدعس بالجرامل والنعاء. لو يطول انتظاري وطال الوقت ما تسمع اخباري، على اسود الظهاري ابد ما تقبل الذل والعدوان. اليمن هي خياري وهي فخري وعزي ومقداري، عرضها مثل عاري وعار الشخص في عزة الأوطان. الله أكبر شعاري تزلزل، كل ظالم وجباري جاك يوم انتصاري ورد الصاع صاع يا سلمان. قال كل عبد السلام وانت هزوك، كل عبد السلام وانت هزوك، لا أحور شعبنا الكل عجاهد، لا نهاب السعودية ولا أمريكا، لو فنينا وما زد بقي واحد. الحشود الهادرة في بيانها أكدت على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال، معلنون جاهزيتهم القتالية لردع المعتدين، وأن على الوفد الوطني في الكويت أن يتحاوروا من موقف قوة وعزة هذا الصمود الشعبي الذي لم ولن يقبل بالذل والوصايا. ندعو جميع اليمنيين إلى أن يتحركوا بكل فئاتهم، علماء وحكماء ومشائخ وسياسيون وأكاديميون، وجميع المواطنين، ندعو الجميع إلى أن يعدوا أنفسهم إلى النفير العام لطرد المحتل الأمريكي وأذنابه، كما ندعو الجميع إلى المزيد من التلاحم والتكاتف وتعزيز الوحدة الداخلية. على مدى أكثر من عام من العدوان والقتل والتدمير، تستمر المواقف الوطنية للقبائل اليمنية بشكل عام وقبائل بني حشيش بشكل خاص، لتؤكد بأن تراب اليمن غال وأن التفريط فيه ليس من مبادئ وأصالة اليمنيين. أشد عزة وكرامة في الدفاع عن الأرض والعرض، رسائل حية تجسدها قبائل بني حشيش محافظة صنعاء للتأكيد على رفضها القاطع للتواجد الأجنبي على التراب اليمني الطاهر، وتؤكد بأن اليمن عصية على الغزاة والمعتدين
من مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، محي الدين الأصبحي، الفضائية اليمنية.